عاصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمال. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء. 20/11/2014. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 20/11/2014. نسمع أصوات المضادات الأرضية.